جواسيس إسبان في أسواق العراق. في 16 من مارس من العام 2000 في القاعدة العسكرية البرتغالية ليجش في جزر الأصور انعقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الحكومة الإسبانية خوسي ماريا أثنار. للمكان دلالته، قاعدة ليجش قاعدة عسكرية تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي. كان حضور خوسي ماريا أثنار وما تم الإعلان عنه في تلك القمة مما فاجأ كثيرين من داخل إسبانيا، فقد قرر الثلاثة تكوين ائتلاف تطوعي لحرب العراق، كما وجهوا إنذارين أخيرين إلى الرئيس العراقي صدام حسين وأيضا إلى مجلس الأمن الدولي. وكان في ذلك ما يشبه قرارا بشن الحرب على العراق واجتياحه، وهو ما حدث. فقد بدأت تلك الحرب في 19 من مارس، أي 3 أيام بعد قمة ليجش، ضربات جوية مكثفة، ثم في 20 من مارس بإطلاق العمليات البرية. في مدريد كان ينظر إلى وجود خوسي ماريا أثنار ضمن ما صار يعرف بثلاثي ليجش أنه تأكيد عملي لتغير غير مسبوق في السياسة الخارجية لإسبانيا، كان قرارا شخصيا من رئيس الحكومة أخبر به مجموعة صغيرة من معاونيه، ولم يبلغ به حزبه والحزب الشعبي ولا استشار فيه المعارضة. وخلص محللون إلى أن أثنار ظن أن تلك القمة فرصة تاريخية لإسبانيا عليها أن تغتنمها لتخرج من الركن المنزوية فيه منذ عقود طويلة لعدم مشاركتها في الحروب الكبرى الماضية. هناك من ظن أن أثنار نحى إلى هذا التغيير في السياسة الخارجية الإسبانية مباشرة بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001. لم يكن العراق ليختلف عن باقي المناطق التي تعيش أجواء حرب وتوتر، ولذلك تكاثرت أعداد الجواسيس الذين تم دسهم في المجتمع العراقي، وأولئك الذين تم تجنيدهم من بين العراقيين أنفسهم. كانت الطائفية العقدية توفر مناخا ملائما لزرع الجواسيس في المجتمع العراقي الذي أنهكت كاهله الحروب والحظر الدولي المفروض على العراق. كان لإسبانيا كما بلدان عديدة جواسيس في العراق، ولكن نهايات 8 منهم كانت مأساوية. كان روبرتو مارتينيز من بين أقدم الجواسيس الإسبان في العراق إلى حيث وصل في العام 2000. ولد روبرتو مارتينيز في 7 يوليو من العام 1960 في برافيا بإقليم أشتورياس. كان ضابطا عسكريا ملحقا بجهاز التجسس ومحاربة التجسس الإسباني. مما كتب عنه أنه كان عميلا محترفا حريصا على ألا يثير إليه الانتباه، وكان رؤساؤه يجدون صعوبات كبرى في الاتصال به إلا أن يرغب روبرتو في ذلك، وكان يلح على ألا ينتقى من بين من سيتواصلون معه مباشرة إلا من هم مجربون وجديرون بالثقة. كان العراق يعيش تحت وطأة الضربات الجوية للتحالف الدولي ومضاعفات الحظر الاقتصادي والعقوبات وما خلفته من آثار اهتزت لها بنى المجتمع العراقي. وقد استطاع روبرتو مارتينيز نسج علاقات مع العراقيين البسطاء والعاديين، وفي شوارع وأسواق بغداد تعلم منهم لغتهم العربية وعرف بعض عاداتهم وتقاليدهم. وكان كثيرا ما يشاهد وحيدا على متن سيارته رباعية الدفع البيضاء. مع توالي الأسابيع والشهور صارت تتراءى ملامح ما هو آت، الحرب الشاملة على العراق الذي اتهم بامتلاك سلاح الدمار الشامل. أياما بعد هجمات 11 من سبتمبر، في 17 من سبتمبر 2001، وصل إلى بغداد شاب اسمه خوسي أنطونيو برنال. في أوراقه قرار تعيينه مكلفا بالإعلام في السفارة الإسبانية. وكما روبرتو مارتينيز كان لخوسي أنطونيو برنال تكوينا عسكريا،
وكان أبواه عسكريان. لما وصل بغداد كان يحمل رتبة ملازم أول. الظروف التي بدأ فيها مهمته في العراق لم تكن مما ييسر له الأمور. كان الوضع يزداد توترا في العراق، وكان الغرب يرتقي بتصعيده مع نظام صدام حسين درجات جديدة. ولما غزا الأمريكيون أفغانستان انتقاما من هجمات 11 سبتمبر وسعوا إلى القبض على أسامة بن لادن، شاع أن كثيرين من قادة تنظيم القاعدة انتقلوا إلى العراق. هو معطى جديد يوسع مجال مهام الجواسيس النشطين في البلاد. من بين الجواسيس الإسبان الذين كانوا وقتها في العراق كارلوس بارو، وهو من مواليد مدريد في العام 67 900 وألف، وكان قبل التحاقه بالمخابرات الإسبانية في العام 98 900 وألف ضابطا في القوات البرية برتبة رائد. كان هؤلاء الجواسيس الثلاثة مع آخرين يشكلون شبكة توفر لإسبانيا معلومات غزيرة وهامة تغطي كل المجالات الحيوية المدنية والعسكرية، وكانت فيما يبدو تركز على الإحاطة بما يدور في أوساط الطائفتين الرئيستين في البلاد، الشيعة والسنة. ضمن ذلك الفريق الذي يعمل بتناغم وانسجام كان أيضا خوسيه لوكاس إخيا، الضابط في فرقة الخيالة في الجيش الإسباني المزداد في مدريد في العام 61 900 وألف، وكان إخيا قد التحق بالمخابرات الإسبانية في العام 90 900 وألف. في تلك الشبكة أيضا ألفونسو فيغا كالفو من مواليد شتوتغارت بألمانيا في العام 62 900 وألف، وخوسي ميرينو أوليفيرا الرائد في القوات البرية المزداد في مدريد في العام 54 900 وألف، ولويس سانون تراسونا المزداد في العام 67 900 وألف في إقليم بالنسيا. كان الثمانية يشكلون فريقا منسجما. كانت الحرب الشاملة على العراق تقترب، وكانت كل المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن واشنطن وحلفائها عازمون على الإطاحة بحكم صدام حسين. وقد أضيف إلى تهمة امتلاك أسلحة الدمار الشامل تهمة التواطؤ مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. في أوائل العام 2000 جاءت تعليمات من مدريد تأمر بإخلاء السفارة الإسبانية في بغداد، وكان روبرتو مارتينيز وهو وقتها الرجل الثاني في شبكة التجسس الإسبانية في العراق، وخوسي أنطونيو برنال نائب الملحق الإعلامي في السفارة من بين من تلقوا الأمر بمغادرة العراق. بالنسبة للرجلين لم يكن سهلا تقبل تلك التعليمات التي تنهي تجربة سعيا لخوضها كل من منطلقه. كان الأردن وجهة المغادرين للعراق. ثم بدأت العمليات العسكرية التي كان التحضير لها سياسيا في صلب قمة ليجس بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسبانية خوسي ماريا أثنار ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. بدأت في 19 مارس 2000 بقصف جوي مدمر وكثيف نال جهات شتى من العراق. ثم بدأ الاجتياح البري في 20 مارس، ثم سقطت بغداد وبدأ زمن ما بعد حكم صدام حسين. انهار نظام البعث، ولكن كثيرا من رجاله وأجهزته نزلوا تحت الأرض يعملون في الخفاء. كانت المشاركة الإسبانية في قمة ليجش قد غيرت نظرة شرائح واسعة من العراقيين إلى إسبانيا والإسبان. من قبل كان ينظر إلى الإسبان بما يذكر بالأندلس والحضارة الإسلامية التي أقيمت هناك. الآن صار ينظر إليهم كأعداء يحملون أوزار المآسي التي يتعرض لها العراقيون. بعد فترة من سقوط بغداد تلقى روبرتو مارتينيز وخوسي أنطونيو برنال تعليمات بالعودة إلى العراق. كان هناك الكثير مما يعتمل على المسرح العراقي، وكانت البلاد تبحث عن ملامح جديدة لها على إيقاع دفاع قوي للشيعة بتشكيلاتهم السياسية والدينية المختلفة إلى الواجهة.
كان أمر العودة إلى العراق مما سر العميلين معا، كانا متمسكين بتجربتهما الجديدة، ولعلهما لم يعيرا ما يكفي من الاهتمام لمخابرات النظام المنهار. وكانت الحكومة الإسبانية، حكومة أثنار، قررت إرسال 1300 جندي إلى العراق، وقد اقتضى ذلك زيادة عدد رجال المخابرات الإسبان العاملين في بلاد الرافدين، كانت مهمتهم الرئيسة الحفاظ على سلامة الجنود الإسبان هناك. كان العميل ألفونسو فيغا كالبو من العملاء الأكثر نشاطا، وقد تمكن من أن يشكل في الديوانية فريقا من الجواسيس نفذ العديد من العمليات التي استهدفت رجال تنظيم القاعدة. كانوا يتنكرون في ملابس عربية ويتنقلون على متن سيارات عراقية، بل إنهم اشتروا سيارة أجرة حتى يتمكنوا من الإفلات من مراقبة من قد يكون يراقبهم. لاحقا بعد أكثر من 17 عاما تم نشر صور جمعت أعضاء شبكة التجسس الإسبانية في العراق. لم تكن صورا موجهة للنشر، وإنما ليحتفظ بها كل واحد منهم ذكرى شخصية. لا أحد من أولئك الجواسيس ظن لحظتها أنها قد تكون الصورة الأخيرة التي تلتقط له. لقد صاروا في مرمى نيران لن يعرفوا مصدرها. في أكتوبر من العام 2003، في التاسع منها، كان العميل الإسباني خوسي أنطونيو برنال في منزله ببغداد لما فوجئ بدخول عراقيين عليه. دون ما انتظار ولا تحذير ولا سؤال أطلقوا عليه النار. حاول الفرار ولكنه لم يصمد أمام كثافة النيران. كان في اغتيال خوسي أنطونيو برنال ما يدفع إلى الحيطة والحذر، ولعل المسؤولين عن المخابرات الإسبانية لم يظنوا أن اغتيال برنال لم يكن سوى ضربة أولى موجعة تلقتها شبكة التجسس الإسبانية في بغداد. في 29 من نوفمبر 2002 استدعي 4 من ضباط المخابرات الإسبانية إلى مدريد بعد أن انتهت مهمتهم في العراق. كان المعنيون بهذا القرار روبرتو مارتينيز وكارلوس بارو وألفونسو فيغا كالفو ولويس ثانون تراسونا، ومع الأربعة استدعي 4 آخرون ليعوضوهم، وهم خوسي رامون ميرينو وخوسي لوكاس إخيا وخوسي كارلوس رودريغيز ثم خوسي مانويل سانشيز. تقرر أن يعقد لقاء بين الفريقين لشرح المهام المطلوب القيام بها، وحددت قرية اللاطفية مكانا لهذا اللقاء الذي أريد له أن يبقى سريا. تبعد اللاطفية عن بغداد 37 كيلومترا إلى الجنوب. في الوقت المعلوم بين أفراد المجموعتين أخذت سيارتان رباعية الدفع وجهة منزل في اللاطفية، ما أن وصل الجواسيس الإسبان حتى بادرتهم نيران لم يعرف من أمر بإطلاقها. قذيفة هاون أطلقت على سيارة أولى وألقت بها مسافة 50 مترا. قال شهود إن بعضا ممن كانوا على متن تلك السيارة ترجلوا وحاولوا الفرار، ولكن نيران البنادق الرشاشة أدركتهم وأردتهم قتلى. ولم تنج من النيران الكثيفة السيارة الثانية. في يوم واحد قتل 7 من عملاء المخابرات الإسبانية في العراق، وارتفع العدد إلى 8 في أقل من شهرين. حامت الشكوك بقوة حول رجال مخابرات نظام صدام حسين الذين ظلوا نشطين وانضموا إلى المقاومة العراقية، ولكن الهجوم كما اغتيال خوسي أنطونيو برنال ظل موضوع تساؤلات عديدة، وخلصت كتابات تناولت قصة الجواسيس الإسبان الثمانية إلى أن الذي لا شك فيه وجود شخص ما أبلغ عن لقاء اللاطفية. كان المسؤولون عن تلك الشبكة يظنون أن دائرتها مغلقة بإحكام ولا تتيح تسللا ولا تسربا، ولكن الراجح أن ذلك حدث.